ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن يوفق الله عز وجل قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائه. ومن لطيف ما ذكر من القراءات المأسورة، وإن كانت قراءة ليست متواترة ولا مشهورة، أن عكرمة رحمه الله قرأ في هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يعني عند نزول المصيبة وعند نزول البلاء قلبه هادي. الله سبحانه وتعالى أنزل عليه السكينة وأنزل عليه انشراح الصدر. لماذا؟ لأنه رضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، أي يسكن ويطمئن.